بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات الصف الثاني الإعدادي، معادي النهاردة مع الدرس الثاني في الوحدة الثانية في الجبر بعنوان ميل الخط المستقيم. احنا خدنا في الدرس اللي فاتت العلاقة الخطية اللي كنا بنمثلها بخط مستقيم. الخط المستقيم بأي خط مستقيم بيبقى له ميل، والميل ده قيمة ثابتة ما بتتغيرش. يبقى خط ميل الخط المستقيم ده مقدار ثابت لا يتغير. اللي علينا السنه دي هيبقى ازاي تجيب ميل الخط المستقيم لو عندك احداثيات نقطتين عليه. اي نقطتين عليه بقى، يعني احنا لو مديناك 20 نقطه على الخط المستقيم، اي نقطتين هتاخدهم هتحسب بهم الميل كلهم في الاخر مهما تغيرت النقطتين اللي انت واخدينهم اللي بيعدي عليهم المستقيم، فالميل بيطلع نفس القيمه في النهايه. تمام؟ فالميل بيبقى التغير الرأسي على التغير الأفقي. طبعا احنا عارفين ان الخط الرأسي ده بيبقى محور الصداد، والخط الأفقي ده محور السينات، وكلمة تغير معناها فرق. فيبقى بالتالي ميل الخط المستقيم بيساوي فرق الصداد على فرق السينات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو المستقيم بيمر بالنقطة سين واحد وصاد واحد، والنقطة التانية اللي بيمر بيها سين اتنين وصاد اتنين، يبقى ميل الخط المستقيم ده هيساوي صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1، او هيساوي صاد 1 ناقص صاد 2 على سين 1 ناقص سين 2. تعالى ناخد مثال. بقول لك اوجد ميل الخط المستقيم المار بالنقطتين، النقطة الأولى 5 وسالب 3، النقطة الثانية سالب 2 و1. طبعا دي كده هي سين 1، ودي كده صاد 1، ودي كده هي سين 2، ودي كده هي صاد 2. يبقى يا اما حضرتك تقول صاد 1 ناقص صاد 2 فيبقى سالب 3 ناقص 1 على سين 1 ناقص سين 2 يبقى 5 ناقص سالب 2، هتلاقيها طلع سالب 4 على 7. او ممكن حضرتك تقول 1 ناقص سالب 3 على سالب 2 ناقص 5، هتبقى 4 على سالب 7 اللي هي سالب 4 على 7، لان احنا عارفين ان الاشاره تحت هي هيها فوق. الغلط يجي منين بقى لو حضرتك بتحسب؟ لو حسبت كده مفيش غلط، لكن لو حضرتك رحت قايل مثلا صاد 1 ناقص صاد 2 وبعدين في المقام رحت قايل سين 2 ناقص سين 1، يبقى كلامك غلط. لازم لو قلت في البسط صاد 1 ناقص صاد 2 يبقى لازم في المقام تقول سين 1 ناقص سين 2. لو قلت في البسط صاد 2 ناقص صاد 1 يبقى في المقام لازم تقول سين 2 ناقص سين 1، ولازم فرق الصادات هو اللي فوق وفرق السينات هو اللي تحت. مثال تاني، بقول لك اذا كان المستقيم المار بالنقطتين، النقطة الأولى سالب 2 وصاد، النقطة الثانية 3 وسالب 1، أنا بقى بقول لك إن ميله بيساوي سالب 6 من 10، وبقول لك أوجد قيمة صاد. يبقى يا إما إحنا ندي لك النقطتين ونسألك على الميل، يا إما ندي لك إحنا الميل قيمته كام ونحط لك مجهول في الاحداثيات بتاعت النقط ونطلب منك انك تجيب. ولا حاجه، انت هتطبق القانون بتاعك عادي، الميل بيساوي فرق صادات على فرق سينات، يبقى صاد ناقص سالب 1 على سالب 2 ناقص 3. احنا بقى بنقول لك ان القيمه دي بتطلع بسالب 6 من 10. طيب الصاد ناقص سالب 1 معناها صاد زائد 1، وسالب 2 ناقص 3 يديني سالب 5، والكلام ده بيساوي سالب 6 من 10، هو اللي قايل. يبقى معنى كده ان الصاد زائد 1 هتساوي سالب 5 في سالب 6 من 10، تطلع بتساوي 3. يبقى اذا الصاد تساوي 3 ناقص 1 تطلع قيمه صاد تساوي 2. تمام؟ وتعالى شوف الملحوظه المهمه اللي هنقولها. نشوف مع بعض الملحوظه المهمه دي. ميل الخط المستقيم زي ما انا قلت لك كده بيبقى مقدار ثابت ما بيتغيرش مهما اتغيرت النقطتين اللي هتحسب بيهم الميل على الميل بتاع الخط المستقيم. خلاص؟ يعني لو قدامك اربع خمس نقط على نفس الخط المستقيم، اي نقطتين هتختارهم هيطلعوا نفس الميل في الاخر. تمام؟ يبقى بالتالي احنا لو كان عندي النقط الف وب وج بتقع على استقامه واحده، يبقى معنى كده ان الميل لو حسبته بنقطه الف ونقطه ب هيبقى نفس الاجابه. لو حسبت الميل بنقطه ب ونقطه ج هي نفس القيمه لو حسبت الميل بنقطة ألف ونقطة ج، والعكس صحيح. يعني لو أنت لقيت إن ميل الألف ب بيساوي ميل الب ج، يبقى أنت تستفيد من كده إن الألف والب والج
تقع على استقامة واحدة، يعني كلهم موجودين على نفس الخط المستقيم. مثال مسألة، هل تقع النقاط نقطة أ سالب 5 و11، نقطة ب 0 و8، نقطة ج 5 و5، هنعتبر دي نقطة ب ودي كده نقطة ج، على نفس الخط المستقيم؟ حضرتك هتحسب ميل الألف ب وهتحسب ميل الب ج. إذا طلعوا متساويين هتقول لي على استقامة واحدة، ما طلعوش متساويين هتقول لي ليس على استقامة واحد أو ليست على استقامة واحدة. فهنحسب ميل الألف ب اللي هو يبقى فرق صادات على فرق سينات، يعني 11 ناقص 8 على سالب 5 ناقص 0 طلع بسالب 3 على 5. ميل الب ج هيبقى 8 ناقص 5 على 0 ناقص 5 طلع بيساوي سالب 3 على 5. فهنقول له بما إن ميل الألف ب طلع بيساوي ميل الب ج، يبقى إذا النقط ألف وب وج بتقع على استقامة واحدة. مثال تاني بقول لك، إذا كانت النقط أ 4 و 1، ب سالب 2 و 7، ج 3 و ص تقع على استقامة واحدة أو بتقيمة ص، يبقى أنا هنقول له هنجيب ميل الألف ب اللي هو يبقى 1 ناقص 7 على 4 ناقص سالب 2 هيطلع بسالب 6 على 6 اللي هي بتساوي سالب 1. هتجيب ميل الب ج، أدي الب وأدي الجيم، يبقى نقول ص ناقص 7 على 3 ناقص سالب 2 هيبقى ص ناقص 7 على 5. طيب بما ان النقط على استقامه واحده يبقى معنى كده ان ميل الالف ب هيساوي ميل الب ج، يبقى معنى كده ان ص ناقص 7 على 5 هتساوي السالب 1، يبقى ص ناقص 7 هتساوي 5 في سالب 1 اللي هي في سالب 5، تبقى ص هتساوي سالب 5 زائد 7 تطلع الص بتساوي 2. يا رب يكون اتفهم. تعالى نشوف معلومة مهمة، ازاي نقدر نحدد اشارة ميل خط مستقيم يبقى مرسوم. حضرتك الخط المستقيم لو اترسم هياخد اي شكل من الاربع اشكال اللي احنا رسمينهم دول. بتحط صباعك او سن القلم على الطرف الشمال للمستقيم وتبتدي تتحرك فوق المستقيم. اذا لقيت نفسك بتتحرك لاسفل يبقى الميل ده سالب، اذا لقيت نفسك بتتحرك لاعلى يبقى الميل ده موجب. إذا لقيت نفسك ماشي أفقي، يعني لا بتطلع لا بتطلع لفوق ولا بتنزل لتحت، يبقى الميل هيساوي صفر. إذا لقيت الخط المستقيم رأسي يبقى حضرتك مش هتبقى عارف تحدد له يمين من شمال، فهتروح قايل الميل غير معقد. تعالى بص معايا، أدي خط مستقيم أهو، ده طرفه الشمال وده طرفه اليمين. لما نحط إيدنا على الطرف الشمال ونبتدي نتحرك هنلاقي نفسنا بننزل لتحت، يبقى الميل ده ثابت. ادي خط مستقيم تاني، ده طرفه الشمال وده طرفه اليمين، ده طرف شمال اهو وده طرف يمين اهو. هتحط ايدك على الطرف الشمال وهتيجي تبتدي تتحرك هتلاقي نفسك بتطلع لفوق، يبقى هنا هتقول الميل موجب. المستقيم ده طرف شمال وده طرف يمين، هتبتدي تتحرك عليه من الشمال واليمين هتلاقي نفسك لا بتطلع فوق ولا بتنزل لتحت، يبقى هنا الميل يساوي صفر. هنا الخط ده رأسي، احنا مش عارفين له يمين من شمال، هيبقى الميل بتاعه غير معرف. طيب تعالى نشوف دول، الخط الافقي ده يبقى يا اما يكون محور سينات يا اما يكون خط مستقيم بيوازي محور سينات. يبقى معنى كده ان ميل محور السينات بيساوي صفر، او ميل اي مستقيم افقي بيوازي محور السينات بيساوي ايه؟ صفر. طيب هو قانون الميل ايه؟ قانون الميل بيبقى ص واحد ناقص ص اتنين على س واحد ناقص س اتنين، في الحاله دي هيساوي صفر. طالما المقدار اللي قدامك ده بيساوي صفر يبقى البسط بتاعه هو اللي صفر، يبقى البسط هو اللي ايه؟ اللي صفر. يبقى معنى كده ان ص واحد ناقص ص اتنين دي هتساوي صفر. وامتى ص واحد ناقص ص اتنين يساوي صفر؟ لما يكون ص واحد بتساوي ص اتنين، يبقى معنى كده ان ص واحد هيساوي ص اتنين، وده معناه ان الاحداثي الصادي للنقطه الاولى بيساوي الاحداثي الصادي للنقطه الثانيه. يبقى لو انا قدامي خط مستقيم والراجل قال لي ان ده بيوازي محور السينات، او قال لي ان ده نفسه محور السينات، يبقى انا هستفيد ان محور الميل بتاعنا هيبقى بصفر، وده يخلي الاحداث الصادي للنقطه الاولى بيساوي الاحداث الصادي للنقطه الثانيه. تعال شوف مثال كده، بقول لك اوجد قيمه ك بحيث يكون المستقيم المار بالنقطتين النقطه 3 و4 والنقطه 2 وك، انا بقول لك يوازي محور ايه؟ السينات. هتحل ازاي؟ هتقول لي بما ان المستقيم بيوازي محور السينات يبقى اذا ميله يساوي صفر.
طب الميل هنا هيبقى ايه؟ كاف ناقص 4 على 2 ناقص 3، يبقى الكلام ده هيساوي ايه؟ صفر. يبقى معنى كده ان الكاف ناقص 4 هي اللي هتساوي صفر، يبقى اذا الكاف تساوي 4، وفعلا تلاقي الاحداث الصادي للنقطه الاولى بيساوي الاحداث الصادي للنقطه الثانيه. نيجي للخط الرأسي، الخط الرأسي ده بيبقى يا اما يكون محور صادات يا خط مستقيم بيوازي محور الصادات. لقينا ميله ماله؟ غير معرف. يبقى ميل محور الصادات غير معرف. ميل اي مستقيم رأسي يوازي محور الصادات برضه غير معرف. طب امتى المقدار بتاع الميل يبقى غير معرف؟ احنا عارفين ان الميل صاد واحد ناقص صاد اتنين على س واحد ناقص س اتنين. لو ده غير معرف يبقى معناها ان المقام بتاعه بصفر، لان القسمة على صفر ليس لها معنى او غير معرف. يبقى معنى كده ان لازم المقام ده يبقى صفر. يبقى معنى كده ان س واحد ناقص س اتنين بيساوي صفر، وده يبقى معناه ان س واحد بيساوي س اتنين، يعني الاحداث السيني للنقطة الاولى يساوي الاحداث السيني للنقطة الثانية. مثال بقول لك اوجد قيمة س بحيث يكون المستقيم المار بالنقطتين 2 س و 3 دي النقطة الأولى، 6 و 7 دي النقطة الثانية، بقول لك يوازي محور الصادات. هتقول لي بما إن المستقيم بيوازي محور الصادات يبقى إذا ميله غير معرف. يبقى إذا 3 ناقص 7 على 2 س ناقص 6 هيبقى غير معرف. طالما غير معرف يبقى المقام هو اللي صفر، فهتقول لي يبقى إذا 2 س ناقص 6 بيساوي صفر. يبقى اذا 2 س هيساوي 6، يبقى اذا الس تساوي 3. يا رب يكون الكلام مفهوم. نتقابل بقى على خير في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.